السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على الانبياء وعلى خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الصادق الامين ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين. النهارده هنتكلم عن دعوه صحه التوقيع والفرق بينها وبين دعوه صحه البيع والنفاذ. دعوه صحه التوقيع الغرض والهدف منها اثبات صحه التوقيع الموجود بالعقد ان هو توقيع البائع دون الحكم بصحه توقيع البيع الخاص بموضوع العقد، بمعنى ان البائع ياتي ويقر ان التوقيع الموجود بالعقد هو توقيعه، ولكنه يستطيع ان ينازع فيه موضوع العقد الخاص بالملكيه. كمان الاختصاص النووي والقيمي للمحاكم بيكون من اختصاص المحاكم الجزئيه، والاختصاص المحلي بيكون محل موطن المدعى عليه او محل العقار. كمان تذكر نص الماده 45 من قانون الاثبات تنص على انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر اللي هو المدعى عليه ليقر انه بخطه وامضائه او بصمه اصبعه او بختمه دون التعرض للنواحي الموضوعيه الخاصه بالملكيه التي من اختصاص دعوى صحه البيع والنفاذ. اما دعوى صحه البيع والنفاذ الغرض منها نقل الملكيه الى المشتري في سجلات الشهر العقاري والمساحه، وتنازل البائع تماما عن ملكيته وحيازته الى المشتري. كمان دعوى صحه البيع والنفاذ تنظر الموضوع الخاص بالملكيه. كمان الاسبقيه في الملكيه تكون بالاسبقيه بالتسجيل وليس باسبقيه تاريخ تحرير العقد. مثال لو شخص باع العقار او العين لشخص وبعد كده باعه لشخص تاني جديد بتاريخ جديد، وقام الشخص التاني الجديد بتسجيل هذا العقار او الارض، بتكون الملكيه من حق الشخص اللي سجل الاول، مش من حق الشخص اللي العقد بتاعه اتحرر بتاريخ الاول. الاسبقيه بتكون بالتسجيل وليس باسبقيه تاريخ تحرير العقد. ده بالنسبه لدعوى صحه البيع والنفاذ. كمان دعوى صحه البيع والنفاذ في اجراءات بنعملها قبل ما نسجلها في المحكمه. الاول بنقدم طلب للشهر العقاري وكشف تحديد مساحي، بندفع مبلغ مالي عليه، وتشكل لجنه من هيئه المساحه لفحص البيانات الوارده بالطلب واعطائهم راي ببيان ومساحه الموقع. بعد كده بندفع مبلغ مالي يسمى امانه قضائيه بالمحكمه، وبعد كده بنرفع دعوى شهر عريضه، وبعد كده بتعلن على المحكمه لاثبات الدعوى والحكم في الدعوى بالملكيه. كمان القضاء بيكون في دعوى صحه البيع والنفاذ دائم الحذر باعلان جميع الخصوم اعلانات قانونيه تقطع الدفع بعدم الجهاله. يبقى احنا كده وضحنا دعوى صحه البيع والنفاذ الاجراءات بتاعتها، ودايما بننصح بدعوى صحه البيع والنفاذ، لان دعوى صحه البيع والنفاذ هي الاثبات الاقوى في الملكيه، هي الدعوى ذات الحجه المطلقه في الملكيه. فدايما بننصح بتسجيل العقود، تسجيل عقود الملكيه بدعوى صحه البيع والنفاذ.